السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. حاليا كنتواجدوا في الصحراء المغربية، حاليا في مدينة طنطن. باش نكون واضح، كنتواجدوا في طنطن في الصحراء المغربية. كلنا مع المغرب، كلنا مع الصحراء المغربية، كلنا التضامن ديالنا مع الساكنة ديال السمارة، والتضامن ديالنا مع أوسرت بعد القصف السمارة والقصف في أوسرت. والصحراء المغربية والمغرب في صحرائه إلى الأبد، والله ينصر جلالة الملك محمد السادس والله يطول في عمره. دابا غادي نخليكم أخوتي تشوفوا معنا مدينة طنطن، تمتعوا لينا بالجولة خاص في مدينة طنطن 2024. اللهم بارك، استمروا معنا. ها انتم اخوتي كما كتشوفوا، اللهم بارك، مدينة طنطن هذه هي مدينة طنطن. نتمنى ان شاء الله يكون خير، هادشي كنتمناو. طنطن هي هادي، اللهم بارك، مدينة طنطن في الصحراء المغربية. ما تخيلوش الجو شحال زوين. ها انتوما شوفوا تبارك الله، اللهم بارك، اللهم زيد وبارك. صحراء مغربية والمغرب في صحرائه. ها انتوما بيزلافن خاص في الصحراء المغربية، بيزافن كيدير الجولة ديالو وسط الصحراء المغربية في مدينة طنطن. فينا هما الأعداء ديال الوطن اللي كيقولوا راه ما يقدرش يوصل طنطن، راه ما يقدرش يوصل العيون، راه ما يقدرش يوصل معبر القرقرات، راه ما يقدرش يوصل الداخلة العيون فت فيه 15 يوم. الداخلة في الصحراء المغربية والذهب فت فيه تقريبا شهر ونص. طبعا على اسف واحد قال لي الله يحفظك الحلق، لا اخويا اش درنا لك، دعي لينا الله يهدي ما خلق. اذا كما كتشوفوا هذه القنطره ديال طنطن، اللهم بارك، اجواء رائعه جدا. بزاف اللي كيدير الجوله ديالو، الناس هنا صحراويين بالتقاليد ديالهم، الزراعه، الملاح في النساء صحراويات في هذا المكان، رائع جدا. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله بحول الله، والتقاليد ديالهم دائما كيحفظوا على التقاليد ديالهم، الزراعه، الملحفه، العراسات في المستوى. اذا واحد الحاجه زوينه بزاف بزاف خاص في مدينه طنطن. مدينه طنطن واحد المدينه رائعه جدا، مدينه ما بعيدش على قرميم، ومنطقه في الصحراء المغربيه، وفي نفس الوقت بعد المناورات ديال اسد افريقي كيداروا نواحي ديال طنطن. وطنطن ديجا جيت ليها، وانا دائما ندير الجوله ديالي، بزاف دائما يدير الجوله ديالو، هذا هو الواقع. نتمنى ان شاء الله يكون خير. غنطلع لكم من الشارع الكبير، غنصور لكم واحد الشارع كبير هنا، هو مزيون كما كيقولوا الطنجاوي، مزيون والله والله. صحراوي اش يدير هذا هنا؟ انت فين؟ منين انت؟ منين؟ والله والله قال لك يتكلم بالحسانيه. ابا هو الله يشلي حمولانا، والله الله ما يتكلم بالحسانيه، لا الله باغي يتعلم ليها. هو ما هو ما هو صحراوي، وما هو الله شلي حمولانا، شلي حمولانا بزافنا الله نحسبو شلي حمولانا. حنا ما هو ما هو نسوقو لك، ربما ما هو قاري، قاري الله في الجامع، قاري الله في الجامع، وما هو عارف التاريخ، ما هو عارف شنو واقع. الله يبلبل الله كيف. والله والله وخيرت بكم ناس ديال طنطن، صحراويين، صحراء مغربية والمغرب في صحرائه. اذا الجولة ديالي كما قعدتي هي هذه، انتم يا اخوان شوفوا تبارك الله. كما قلت لكم واقيلا هذا هو الشارع، الشارع الكبير ديالهم هو هذا. اذا دابا حاليا المغرب هذه
ربما ربما ما نغلط، هذا هو الشرع اللي قلت لكم. ايوا كما كتشوفوا اللهم بارك، هذه هي طنطن، شوفوا تبارك الله. ها انتم كندير الجوله ديالي الصحراويه، الصحراويه والله وخيات بك، والله مرحبا وسهلا. الله كيف ولدنا وبزاف، الله كيف ولدنا، مرحبا وسهلا، رحبوا بالراجل، نتوما مالكم، رحبوا بالراجل، الله كيف ولدنا، الله اكبر عليه. اذا طنطن هي هادي، التضامن ديالنا مع السكينه ديال السماره. كنعتذر لكم، مره اخرى ان شاء الله نديروا الجوله ديالنا الى العيون، الى السماره، اذا على حسب داكشي اللي جيت عليه، جيت باش نقاد شي وراق، ما غاديش يتقادوا على يومين ولا 3 ايام، اذا الوقت ما غاديش تكفينا، وكاس افريقيا ما بقى ليه والو، فهمتوا البلان؟ اذا كاس افريقيا ما بقى ليه والو، خصنا نشتغلوا باش نشاركوا معكم ما افضل ان شاء الله في كاس افريقيا، نديروا مجهودات ديالنا باش ننجحوا. اذا هذه هي طنطان، هذه هي الصحراء المغربيه. انتم كما كتشوفوا المناظر خياليه، مناظر رائعه جدا، هذا هو الشارع الكبير في طنطن، المسجد. اذا جوله ممتعه، باش نكون واضح. انتم اللهم بارك. انا مشيت غير بشويه باش ما يتحركش التليفون، حيت كنصور لكم الا بالتليفون، وفي نفس الوقت هاك اللي بغينا حنا، في نفس الوقت الموضوع، وفي نفس الوقت نكتشفوا لكم الجوله رائعه خاص في طنطن. طنطن يا سلام يا سلام يا سلام، شكرا 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 الناس ديال طنطن، عندي المتابعين ديالي في طنطن باش نكونوا واضحين. بعد الناس سولتهم هنا، بعد الدراري سولتهم، قلت لهم تعرفوا بزاف، قالوا لي لا ما كنعرفوش. سولت شي دراري، قلت لهم كنسول على واحد السيد سميتو بزاف، شنو كيدير شنو كيدير، قال لي اخويا ما كنعرفوش. لا ما كنعرفوش، لقينا بانه بعض الناس ما كيعرفونيش بزاف هنا، عادي جدا. ونتمنى ان شاء الله يكون خير، حيت ما يمكنش كلشي يعرفك، على حسب شواق شواق هاكا مزيان، حيت شفت الفيديو ماشي تيلي. وانت مالك، انت مالك اصاحبي، اصفي معانا، كون واضح كون واضح، ما عرفتش المشكل فين كاين. في الليل واقيلا الشاشه ما كتقدرش تحمل. انتم اخوتي اللهم بارك، هذه الطريق الى قلميم، والطريق ديال السمار والعيون من هذيك الاتجاه. اذا الصحراء المغربيه تقدمات، طنطن كي كانت ولات دابا واعره، ولاو الترقان باش نكونوا واقعيين، ولاو الترقان، وفي نفس الوقت العيون مدينه رائعه جدا، مدينه العيون اللهم بارك. انا العيون نتمتع، انا نوصل للعيون ما كنبغيش نخرج منها، كنبغي نسكن فيها، مدينة العيون كتعجبني، ونتمنى ان شاء الله ناخد شي دار في العيون ونسكن في العيون، والله العظيم تنشري شي دار في العيون ونسكن في العيون، تعجبني الصحراء المغربية وتعجبني العيون، ونستقر في العيون، مدينة العيون نستقر فيها، مدينة رائعة جدا، مدينة جميلة، ونتمنى ان شاء الله يكون خير، هادشي كنتمناو. ودائما حنا إلا درنا لكم شي فيديو ولا شي لايف، راه التضامن ديالنا مع الصحراء المغربية، حيت هي الأولى. باش نكون واضح، في نفس الوقت غادي نكتشفوا الاجواء، في نفس الوقت غادي نكتشفوا لكم التضامن ديالنا مع الصحراء المغربيه. هذه هي طنطن، هانتوما كما كتشوفوا اللهم بارك، شوفوا القضيه كي دايره، راه القضيه زوينه تبارك الله. الصحراء المغربيه هذه، راه الصحراء، باش نكون واضح، هذه هي الصحراء، شحال من واحد تمنى غير يشوف طنطن فين نلقاها، ما كيقدرش يوصلها، كيقول لك حكا، وترى كيلومترات كثيرة، بزاف ديما يجي هو، يجي العيون، يجي كما قلنا الإخوان، كنعتذر لكم، راه ما نقدروش نصور لكم السمارة والعيون،
إذن مرة أخرى، إذن على حسب شي ورق، عندي شي ورق في قلبي منا نقدهم باش نوضح لكم باش عرفوا أنا صحراوي. أي حاجة غادي نقدها نقدها خصني نقدها في قلبي في الصحراء المغربية. وفي نفس الوقت نقلت الوريقات ديالي في الصحراء المغربية، حيت أنا أول صحراء خصني نقلت الوريقات ديالي في الصحراء المغربية. أش هادشي؟ أغيولا يا الله أبلا غيول، هاك لا حول ولا قوة، ما تسكرت ما تسكرت، حيد غرسة حيد أغيولا لا حول ولا قوة، تغيولتين لا حول ولا قوة إلا بالله، والله بلا تغيولت. وك يوك 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 يوك، بسم الله الرحمن الرحيم، تغيولت هذا وديك ربي السلامة وغرسة. انش كذا نمرين زر تغيولت حمارة. حمارة هذيك ماشي حمار. كوك عيب الله حق الله لا الموت ديال الضحك. بزاف جاب دويرة هنا، والمهم زرنا داكشي مكتاب، درنا الدورة ديالنا في طنطان هنا. نتمنى ان شاء الله الاعجاب ديالكم، صورنا لكم مزيد ديال الفيديوهات تكونوا تفرجوا فيهم، ونتمنى ان شاء الله يكون خير هادشي كنتمناو، ونتمنى نقدموا لكم ما افضل ان شاء الله بحول الله. ما غاديش نساليو اللايف، عفوا ما غاديش نساليو الفيديو، غنوصلوا جميلات الخرجه ديال طنطان. ايوا هذه الحياه، هذه الدنيا الاخوان، ها انتم كتشوفوا ما كاين غير الشجره. نتمنى ان شاء الله يكون خير، وكاين الامن الوطني هنا يقدر يقولوا لي علاش كتصور ولا شي حاجه، ما عرفتش نتكل على الله ولا كيفاش. غادي نغامروا نشوفوا اشنو غادي يقولوا لينا. نتمنى ان شاء الله يكون خير. الحمد لله دست، الله يحفظك الشاف، شكرا مرحبا، الله يحفظك. ما قال لي والو. اش غادي نقول لكم، وحق الله البوليس ديال الصحراء المغربيه، وحق الله الله يعمرها دار، والناس طيبين الله يعمرها دار، وترعى الشباب اللي كاينين هنا. هما عارفين يقول لك هذا راه انت، هذا غير الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي اش غادي يدير لي؟ راه الذكاء الاصطناعي بزمان، الذكاء الاصطناعي ما منا اوتوماتيك وصافي، الذكاء الاصطناعي مصنوع فقط صافي، ويمشي ديريكت هو، راه في شكل هو، عنده داكشي خيال، داكشي عنده هو. ايوا نتمنى ان شاء الله يكون خير باش تعرفوا النيه، النيه راه زوينه، درت النيه وجيت لطنطان، هادشي اللي كاين. هانتوما كتشوفوا ولا حد هضر معايا ولا حد هددني لا حتى شي حاجه، الجميلات كما كتشوفوا هادو هما الجميلات، اللهم بارك تبارك الله. ايوا غادي نبلاصيو هنا، غادي نشربوا قهوه ديالنا، هانتوما كما قلنا الطريق ديال العيون والسمره، هاد المره الجايه غادي نشدو هاد الطريق ان شاء الله. غادي ناخذ قهوه هنا ان شاء الله بحول الله، نتعاونوا مع هاد الناس حتى هما مزيان، نتعاونوا معاهم حتى اي واحد جا لهنا يشرب قهوه، نتعاونوا مع هاد الناس اللي كيديروا مجهود، اذا راه حتى الخير لاجر لاجر فيه. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير، تحياتي طنطن الصحراء المغربيه المغرب.